أنا بعترف إني خبيت هويتي عنكم وما رح أكذب عليك. بس بنتي ما كنتي مضطرة، أنتي ليش عملتي هيك؟ يا مدام أنا بدي أسألك سؤال، لو كنتي برا بالطريق وسختي أوعيك شو بتعملي؟ بخبيها. بتخبيها؟ أنا صرت عارب عيون الناس كلهم وشو بدي أعمل؟ مضطرة أخفي وشي لحتى أرتاح. بصراحة أنا بعترف إنه شغلتي هي الرقص، بس ماني خجلانة من هالشي أبداً. بس المجتمع والناس المريضين يلي فيه ما بيحترموني وبزلوني، كمان ما بيعتبروني إنسانة وما بيعطوني أي شغل حتى. وأنا كنت محتاجة مصاري كتير، لهيك توقعت إنكم إذا أنتوا عرفتوا هويتي وقتها ما رح تخلوني أشتغل عندكم بالبيت أبداً. بعتذر منكم إني كذبت عليكم، بس صدقوني أنا كنت مجبورة على هذا الشيء. بس أنا عملت يلي علي واشتغلت عندكم بضمير ومسؤولية كمان، وأبداً أنا ما خدعت حدا فيكم ولا أذيتكم ولا بفكر إني أعمل هيك شيء حتى، صدقوني. أنا ما كذبت على حدا فيكم، أنا بس خبيت الحقيقة. ومع هيك سامحوني إذا شايفين إني كنت غلطانة وكذبت عليكم، بترجاكم سامحوني. لا بنتي حبيبتي، لا 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 تقولي هالحكي، لا تترجينا. وانت فهمني شو مشكلتك معي بإني برقص؟ بتمنى تتعلم احترام الفن. أنا شفتك إنسان منيح، لما تهين راقصة بتكون عم تهين الفن كله بهاي الحالة، صدقني. بهالدنيا كل الناس خير وبركة، وإهانة أي إنسان تعتبر إهانة للقدير نفسه. طول حياتي وأنا بتمنى أمنية واحدة بس مو أكتر، سعادة إخواتي هي أهم شيء. بس اليوم أنا رح أتمنى شيء تاني، إني طول ما أنا عايشة ما عاد شوفك ولا حتى بمنامي. وبخصوص جيتي على بيتك، فأنا ما كنت بعرف إنه هذا بيتك أساساً. وشغلة تانية، إذا بتحكي معي بهي الطريقة مرة تانية وبتوجه لي هيك إهانة، يكون بعلمك إني إذا بلشت رد عليك ما رح تقدر توقفني أبداً. وبعدين مين أنت لحتى تقدر تقلعني من هالبيت؟ أنا لو كنت بعرف إنه هذا بيتك صدقني ما كنت بفكر أمرق من هالعتبة ولو على قطع رأسي. وهلأ عن إذنك. أمي هي مانا ممرضة أبداً، فوتك على هيك بيت مع الأسف بتوصخه، ومع هيك أنت قدرتي تفوتي على هالبيت. بهذا البيت ما في مكان للكذابين، عم تفهمي ولا لا؟ وبدي تفهمي أنه بس الناس الشريفة والمحترمة بتفوت لهون. البيت اللي ساكنة فيه أمي وأختي الكبيرة مانو أي بيت عادي، عم تفهمي؟ هذا يعتبر معبد، والناس اللي مثلك ما بيفوتوا على المعابد. بكره بيكون ذكرى زواج اخي روناك وروبا، لهيك انا حبيت جيب لك هي الهديه.
لك بعد. اتركه اتركه لك، خلص هذا الشال إلي، اتركه. يلا اتركه، يلا 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 تومي، اسمك تومي صح؟ اتركه اتركه. لك إذا تركته هلأ بتكون شاطر، بس إذا ما تركته بتكون كلب مو منيح أبداً. لك اتركه. لك من وين طلعت لي أنت؟ أهلين شامشام. ما كان لازم تدافعي عن هالرقاصة أبداً يا ساروش. أنتي أكتر وحدة بتعرف إنه هالنوعية من البنات بيخربوا البيوت، لأنه أنتي أكتر حدا تأذى منهم. فوق ما خربوا لك بيتك حرقوا لك قلبك. أختي صدقيني أنا بفهم حكيك وموقفك منه. بدي أسألك سؤال، يا ترى كل الناس بهالدنيا مثل بعضها؟ في كذا نوع من الناس وكل حد عنده أفكار وطباع ومبادئ مختلفة، لهيك مو ضروري إذا وحدة خربت لي بيتي إنه يكونوا الكل مثلها. لا تفكري بهالطريقة، لأنه بصراحة أنا ارتحت لهالبنت كتير. ما شفتي كيف اهتمت بأخي رافيكانت وضلت جنبه وبسببها هو تحسن كتير؟ ليكي أنت فيكي تهتمي بزوجي بنفسك يا أختي، أما بالنسبة لهي البنت فأنا ماني حابة خلي الزمن يعيد نفسه، ماني حابة يصير معنا شي مو منيح. أختي الكبيرة لا تقولي هيك، إذا بدك فأنا ما عاد أذكر اسم هالبنت على لساني حتى. ما في داعي تقولي هالحكي، راحتك عندي أهم من الدنيا كلها. لو سمحتي ما في داعي تترجيني هيك. الأحسن ما تنفتح سيرة هالبنت مرة تانية بهالبيت، أنا ما حبيتها أبداً. تفضلي. كثير انزعجت من هدول العالم، ما بتستاهل يعاملوكي هيك. شو بدك تعملي؟ مو الكل بيقدر الفن، بس أنا مقدرك كثير وبعرف قديشك محترمة وأخلاقك عالية. الناس عم تشوفك من برا وعم تحكم عليكي لأنه ما بيعرفوا شو في جواتك أبداً. أنت إنسانة نقية وصادقة كمان. أنت موهوبة، بس ما تاكلي هم شي، رح ضل جنبك. لما تهين راقصة بتكون عم تهين الفن كله بهي الحالة صدقني. بس اليوم أنا رح أتمنى شي تاني، ما عاد شوفك ولا حتى بمنامي. إذا بتحكي معي بهي الطريقة مرة تانية وبتوجه لي هيك إهانة، بيكون بعلمك إني إذا بلشت رد عليك ما رح تقدر توقفني أبداً. سيد روني شكراً لأنك تفهمتني ولأنك أعطيتني شغل كمان. يا ترى أنا كيف بدي رد لك أفضالك هاي كلها؟ بدي كل هالجمال اللي شايفه قدامي يكون لإلي أنا وبس، وهيك بتردي لي فضلي. هذا واجبي كرفي، ما في داعي تردي لي. أنا ساعدتك بمشكلتك وأنتي ساعدتيني بفيلمي كمان. أنا بستأذن، تأخرت كتير. اي تعا تعا لهون، كمشتك؟ انت عم تركض كتير، برافو عليك. تعال لنشرب شاي. انت شو عم تعمل هون؟ لا لا ولا شي، عم استنى كهاني تجيب لي الطوق. كهاني؟ ايه كهاني. شو بك؟ انا عم احكي معك، ليش عم تطلع لورا؟ نحن ما عاد بدنا نطلع لورا، عيونك لازم يضلوا على طول لقدام. ماشي؟ خليك مثلي، ما بتطلع وراي بنوب.
بركز على هدفي وما بشوف شي غيره أبدا. فهمت؟ وإذا صار شي مشكلة حواليك أنت بس عمل لها هيك، يعني لوح لها ومن بعيد. فهمت؟ بتعرف شو يا أخي؟ صدقني أنا الشي الوحيد اللي مريحني بحياتي إني إنسان قنوع. رح أشرح لك، إذا شفت مرة غير روبا حتى لو كان بمنامي بتمنى إني فيق فوراً وإنساها وشيلها، شيلها من كل راسي، لأنه أنا كتير بحبها لروبا. صحيح نسيت فرجيك أخوك الرومانسي شو محضر مفاجأة لمرته. شوف يلا أعطيني رأيك فيها. بتطير العقل. شايف؟ ساعدني يا قدير، أنا عم شعل المشاكل يلي بهالبيت، بهاي النار قدامك لحتى تطفيها وتحميلنا بيتنا من أي شر ممكن يصيبنا. إيه نحنا خلصنا كل تحضيرات العرس، بس اسمعي بكرة بيكون ذكرى زواج أختي، بدك تجي عم تفهمي؟ أوه معقول؟ انسيلي كل هالحكي روبي، اسمعيني منيحة، الطريق نفتي مني بس هالمرة ما رح اسمح لك، يعني ما بدك تشوفي شو بدي ألبس؟ لازم تجي. قديش صار لك عم تحكي؟ يلا شوي وبخلص حكي. ايديك بالنار؟ حرقتن ما؟ يوغ كيف هيك؟ انت منيحة روبا؟ انا منيحة مرت عمي، بس المسكين يوغ طفى النار بايديه. شو هالاستهتار هذا اللي عندك؟ تخيلي لو روبا احترقت هلأ. يوغ معقول يصير لي شي بوجودك؟ هي مو غلطة جونجان، يعني صارت بالصدفة، لا تكبرها. أنا عن جد كتير آسفة أختي، ما انتبهت كيف صار هيك. يعني يلا انقلعي من هذا البيت. لا تزعلي أختي الكبيرة، شو عم تعملي؟ معقول تلعيها من البيت؟ هي ما دخلها باللي صار، أنا سامحتها ما كان قصدها. لا تكبروا القصة أكتر. المسامحة بتنتسى بس العقاب بيضل بالبال، لازم تتعاقب لحتى بحياتها ما تنسى إنه مثل هيك أخطاء هذا عقابها. أساساً أنتي دائماً هيك، تستني أي فرصة لحتى تزليني قدام الكل، وخصوصي قدام أختي. يعني أنا بعرف إنه هي أحسن مني بكل شيء، إيه بس هاد الشيء ما بيعني أبداً إنك تهينيني بهالطريقة وقدام الكل كمان. الشيء اللي صار اليوم مو بإيدي، ما كنت بقصده أبداً، بس ردت فعلك مو على هاي الحادثة، هي بسبب هداك اليوم. حاجة تلوميني على هداك اليوم بترجاكي أنا ما دخلني بالقصة، هاد الشي ما كان ذنبي أنا، مو أنا اللي كنت مسؤولة عن الحادثة. صدقيني يا أمي ما كانت غلطتي بهداك اليوم، وحتى اليوم ما غلطت، يعني أنا مو مسؤولة عن الشي اللي صار مع أختي وقتها،
وهي الندبة اللي بوشها مانا بسببي. روبا أنا عن جد بعتذر منك، ما كان قصدي أقول هالكلام بنوب، ما بعرف كيف طلع معي، يا ريت تسامحيني، أنا عن جد كتير آسفة أختي. كهاني، نحن بنعرف إنك لهلا ما أكلتي أي شيء، ولهيك جبنا لك أكل. لا، أنا أكلت لما كنت بالشغل حبيباتي. أنتوا روحوا ناموا. أختي عم بتكذب، هي ما أكلت شي لهلا. وأنت شو اللي عرفك؟ لأنه هي عم تلعب بالشال وتلفه على أصابعه. في معك حق راني. كهاني احكي لنا شو صاير معك. كهاني بترجاك احكي لنا شو اللي مضايقك. لا تبكي اختي. لانه هي الدنيا قاسيه كتير، وخصوصي على الناس الفقراء اللي مثلنا بتكون قاسيه كتير كتير. العالم كله ما بتحترم إلا البني آدم يلي معه مصاري، وأختكن ما في معه مصاري. أنا بنت بسيطة، شو أعمل؟ لهيك بتضل على طول ناس بتهيني، كل الناس. أختي، مو أنتي دائماً بتقولي إنه بعد الهزيمة في نصر كبير؟ بعد الهزيمة في نصر، وإختك معنا مهزومة هلا، ولا الدنيا منتصرة. إختك رح يصير في معاه مصاري، ورح تصير مشهورة، والناس يلي عم يضحكوا علينا هلا رح يغاروا مننا. وبتشوف هي مو ندبة مرت أخي، هي حماية القدير لإلك من الشر مو أكتر، والقدر حطها على وشك الحلو. لو أنتي ما نطيتي بالنار هداك اليوم، ما كانت ماما قاعدة معنا لهالوقت. بحياتي ما ندمت غير على شي واحد، إني وقتها ما كنت هنيك. أنا آسفة كتير إختي، الحكي اللي قلتلك يا برا ما كنت بقصده، بترجاكي تسامحيني. لا غونجان، ما تاكلي هم أبدا، أنا عن جد ماني متضايقة منكم، بس يعني أحيانا بتضايق من حظي السيء بهالدنيا. لا، بعدين بقول القدر نفسه عطاني صهر ما في أطيب منه، وعطاني أحسن أخت بالدنيا كمان، وعطاني زوج بحبني كتير. ليش لأتضايق؟ أنا محظوظة بوجودكن معي، بس أحياناً بحس إنه لو ما كانت هالندبة كنت أحلى. أي بس أنتي أحلى وحدة بهي الدنيا كلياتها، وبتمنى تصدقي. مو طبيعي، ما في غير بيضموا بعضهم وبيبكوا بهالبيت، رح يبكوني معهم، وكل هاد لأني اتجوزت وحدة وماني عرفان كيف بدي أخلص منها وعيش حياتي براحتي. أمي ممنونة لإلها لأنه أنقذت حياتها، لهيك قرروا أنه يزوجونا بعضنا، وأنا ما قدرت أني أرفض هالشي وقتها. أنا
كنت بتمنى من قلبي اني اتزوج احلى وحده بهالعالم مثل الملكه شامشام، وهلا الملكه شامشام رح تحقق لي حلمي. اختي الكبيره فهميني، امتى رح تنسي الشيء اللي صار؟ يعني انت ليش متضايقه عليها لروبا كل هالقد؟ ما بكفي انها سعيده بحياتها؟ شوفي لروناك كمان، هو روحه معلقه فيها كثير، بيضل ملزق فيها. صدقيني انا ما بحسها لروبا كنتي بالمره، بحسها مثل بنتي. بعرف هالشي ساروج، بس شو اعمل؟ انا ام، وقلب كل ام بيضل خايف على الاولاد كل الوقت. بالاول بتخاف عليهم وقت بدهم يتزوجوا، وبعدين بتبلش تخاف من حياتهم الزوجية. منعرف الرجال كيف بيفكروا، بتخاف يتركها أو عينه تطلع لبرا. كيف كنا رح نعرف إنه زوجي رح ينشل وزوجك ينقص لساني على هذا الحكي؟ أختي هي هي الحقيقة، بس صدقيني أنا بأكد لك يلي عمله زوجي ما رح يعملوه ولادي بالمستقبل ابدا. هادروني، الو. مس النور، شغلتلي بالي خير، ليش عم تتصل بهذا الوقت؟ آسف، بعتذر منك، بس ما قدرت نام قبل ما أطمن عليكي إنك صرتي منيحة. كنت كتير مزعوجة اليوم بس شفتك. ارتحتي هلأ؟ إيه أنا منيحة كتير، طول ما أخواتي حوالي أنا بكون منيحة. يعني لهالدرجة بتحبي أخواتك؟ إيه أكتر من روحي، حتى من شانهم بعمل أي شيء. أخي روناك، أنا حطيت لك الأكل. حاسة حالي بعرف هذا الصوت منيح. مو هيك، بس القصة إنه خالتي اليوم إجت تنام عندي، حطت لي أكل، ومثل ما بتعرفي الكبار كلهم عندهم نفس الصوت. طيب أنتي روحي ريحي حالك، وبشوفك بكرة. تصبحي على خير. الملكة شامشام بتحب إخواتها كتير، معناها من بكرة لازم دلل ياهن لأكسب قلبها. اتفقنا؟ إذا رخيتي الحبل كتير ما رح تطير طيارتك، وإذا شديتي كتير نفس الشي، وانتي شديتي كتير يا أختي الكبيرة. ايه بعرف، بس شو بدي اعمل؟ لما يكون الموضوع بخص روبا انا ما عاد اقدر افكر ابدا. بعرف هذا الشيء، اذا في حدا بحب مرت اخي مثل ما انا بحبها فهو انتي. صدقني انا بحب بناتي التنتين قد بعضه، بس روبا بتحتاج كمية حب اكبر من جونجان. الزلمة بلا مصاري والمرأة من دون جمال بوشها، بيحسوا حالهم ما بيسوا شي، وأنا بعرف هالحكي. روبا ما بتحكي لي، إيه بس قلبها مكسور بسبب التشوه، ومشان هيك بحس إنه مسؤوليتي إني أحمي لها مشاعرها. معك حق يا أختي الكبيرة، بس لا تنسي جونجان بنتك كمان، ومن واجبك إنه تحميها. تعرف شو؟ حظي حلو لأنه عندي أحسن صهرين بكل هالدنيا. روناك بيعشق روبا وبيموت فيها، وإنت من هلأ عم توقف بوشي مشان جونجان كمان. لا تفكرني مو شايفة هالشي، جونجان رح تنبسط معك، متأكدة إنك رح تهتم فيها وتسعدها بحياتها.
انتبهي كهاني، روني عطاكي أهم فرصة بحياتك، وبهالفرصة رح تتغير حياتك وحياة إخواتك للأحسن. ما لازم تغلطي، انتبهي وركزي. مرة تانية. حضرتك كهاني؟ ايه، مين حضرتك؟ جبت هدايا لأخواتك الصغار. هدايا؟ يا سلام هدايا؟ تعال يلا. طيب مين اللي بعت هالهدايا؟ السيد روني. هي تياب جديدة. يا سلام، شو عندك؟ استنى شوي. شوكولا؟ يس. شكراً أختي، أنا بحبك. عن جد شكراً كهاني، أنت جبتي هدايا حلوة كتير. شوف هاي، وهي كمان شوكولا، ولسه في علبة. يا سلام، هاتي. اتركن هدول إلي. ألو؟ 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 تفضلي، أنا أخوه الصغير للشخص اللي عم تتصلي فيه. بعتذر، أنا بدي. أنا بعرف مين أنت. سمعت أخي عم يمدح بموهبتك كتير، بس لما شفتك حسيت أنه أخي معه حق يمدحك بهذا الشكل. حلو، السيد روني عرض أدائي على أخوه الصغير كمان، هالشي كتير منيح. اللي شفته ولا شي، كان لازم تشوف أدائي بمدينة آرا. كل الناس هنيك ما شالت عيون عني، يعني بلشوا رقص من لما شافوني. سكان آرا بيرقصوا لما يشوفوا قلادة؟ أنا بتوقع أنه موهبتك رح تلاقي تقدير أكتر بكتير بمومباي. إيه معك حق، بس سكان آرا محبين وقلبهم كبير، كانوا يزقفوا ويصفروا كل الوقت لما أرقص. عن جد؟ هالحكي مزبوط؟ طبعاً مزبوط، أنا تماماً مثل أخوك بهالقصص، مستقيمة وصادقة. على كلين، أخوك عمل معي معروف كبير لما قدم لي هالفرصة المميزة. الفرص دائماً بتنعطى للي عندهم موهبة. أنت مثل أخوك بتختار كلامك وبتحكي شغلات حلوة. بالمناسبة كل سكان عرب يحكوا بطريقة حلوة، صح؟ ممكن، بس مو الكل. أنا بعرف شخص مثل حبة الفجل، حكيه مو حلو بنوم. ما في مقارنة بينك أنت وحكيك الحلو اللي كنت عم تقلي إياه وبين حكيه حبة الفجل. حبة الفجل؟ مو اسم، صفة. أو فيك تقول معيار. على سيرة الأسماء، أنا وأنت لسه ما تعرفنا على بعضنا. رح أقلك اسمي كهاني. ألو؟ شبك أخي؟ هي البنت تبع الطوق. ألو؟ إيه كهاني، كيفك؟ سيد روني، أنا منيحة كتير. اتصلت ورد علي أخوك وحكينا أنا وياه. أخوك محترم ولطيف مثلك، وكمان بيقدر موهبتي بشكل كبير. ما حكيت عنك لأخي، بس حكيت للعيلة كلها عن موهبتك. سيد روني، أنت عم تعمل كتير من شاني، واليوم عذبت حالك وبعتت هدايا لأخواتي. ما في داعي لهالشي، اللي أنا كيف بدي أقبلهم؟ شو عم تقولي أنت؟ الأصدقاء بيهدوا بعض، ونحن أصدقاء؟ أصدقاء؟ إيه تمام. لكان صديقك بعت لك هدية، بترجعيها شي؟ لا، هذا هو المطلوب. إيه صحيح، تعالي على قاعة براتاب على الساعة 4، رح يكون التصوير اليوم. من اليوم؟ ما رح أتأخر. باي. يس. التصوير مجرد حجة يا ست شامشام، المفاجأة الحقيقية شي تاني. رح أطفي كل أضواء المدينة
لحتى أحصل على زوجة حلوة مثلك. شي حلو. اليوم رح يكون ذكرى زواجي وبهاليوم رح أطلب إيدك لحتى نتزوج. شو هالتوقيت هاد؟ يا أميرتي البيضة والحلوة، ما حدا رح يكون هون غيرنا. صار فيك تقلي انت لوين جايبني؟ نطرتك الهلوات، ما عاد فيك تنطري شوي كمان؟ زين قاعات براتاب بطريقة تخلي اللي رح يشوفها يقع بالحب فورا. يعني بدي اياك تحط بالونات على شكل قلوب وشموع، وكمان زبط لي الاضواء، بدي فاجئ اللي بحبها. اخي بده يفاجئ مرته بطريقته الخاصة، بس انا وروبا رح نفاجئه بطريقتنا. هذا هو المكان، بس كأنه ما في تصوير هون. معقول اجيت لمكان تاني؟ اجيتي على المكان الصحيح. تفضلي تفضلي من هون، اليوم رح يكون مميز وحلو. سيد روني، كل هاد كيك وزينة وأضواء حلوة كمان، بقصد لشو كل هاد؟ مفاجأة. مفاجأة؟ ايه هي مفاجأة، هاد أول يوم بالتصوير والقصة رومانسية، مو هيك؟ لهيك أنا فكرت إنه أعمل أجواء رومانسية وحضرت هالزينة. خلينا نقطع الكيك بالأول ونباشر بالتصوير. ما رح نكسر جوزة هند؟ جوزة؟ شو بك كنا نعمل هالشي بقارة؟ بس لازم تكون أجواء هالمكان كتير مودر. يلا قطع الكيك وخلينا نبلش تصوير. تفضلي، يلا مسكي هاي السكينة من إيدي، يلا يلا مسكيها. تعرف سيد روني، بدي أسألك الباقيين وينهم؟ مش شايفة حدا غيرنا. موجودين، الباقيين تأخروا بس ما ضل شي ليصلوا. ما تاكلي هم، انتي ما تشغري بالك فيهم وكلي قطعة هالكيك. تفضلي يلا قبليها مني، هاي على شرفك. يلا
بتوثقي بصديقك؟ ايه؟ غمضي عيونك. شو؟ غمضي. غمضي عيونك. يوك؟ استني دقيقة مرت أخي، بس غمضي عيونك. غمر؟ ليش لحتى غمر؟ ما في شي، بس اللي أنت رح تشوفيه هلا رح يفاجئك ورح تتذكري دائما. يلا غمضي عيونك بقى. بس يا يوك امشي. لحظة يوك. ايه انسى كهاني، مثل ما قلت لك من شوي، هي مفاجأة. شو هاد؟ شو عم تعمل سيد روني؟ هالهدية إلك. هدية؟ ايه. البساطة والبراءة اللي عندك يا كهاني قدروا ياخدوا جزء من قلبي. أنا وقعت بحبك، مو بس هيك بدي أتزوجك. صراحة انت سيد روني، انت قدمت لي كتير شغلات لحد هلا، وانا اكيد كتير ممنونتك، بس بعتبرك صديق قريب لإلي. انا ما بقدر اتزوجك. لا عم شو هي، هديت عقد كتير غالي وعطيتها وظيفة وبالاخير بتقلي ما فيني اتزوج. هاي البنت اكيد ما بتحس وما عندها قلب بالمرة، على الاقل الناس بتفيد بعضها. شو المشكلة إذا صارت إلي وقبلة تتزوجني؟ بس ما تاكل هم أبداً يا روناك، السمك بعزبك لتصيده بس بالآخر بيعلق بالسنارة. شو كل هاد؟ هاد؟ هاد مفاجأة مميزة من أخي لمرته اللي بيحبها كتير. انطري، رح يهديك يا أخي بعد شوي هدية بتطير العقل. أنا آسف، أنا بعتذر منك، بس هي مشاعري وقلت ليش لحتى ضل مخبيها طول عمري. لهيك صارحتك، كنت رح حس حالي عم أضحك عليك لو ما قلت. أنا فيني أعمل أي شي بالحياة بس مستحيل أخدعك. بعترف بغلطي، انسي اللي حكيته. أنتي مانك معجبة فيني؟ عادي، يعني ممكن فيني شي عيب لهيك. لا سيد روني، انت ما فيك ولا عيب. اسمعني، انت شخص كتير منيح، بس انا ما فكرت فيك كزوج او حبيب. شو اللي مانعك؟ فكري هلا. حياتي مختلفة عن حياتك سيد روني، عندي كتير مسؤوليات، عندي اخوة صغار، انا مكرسة حياتي لإلهم واي قرار باخده بفكر فيه. ليش ما بتغرقي اخواتك بالنهر وبترتاحي منه وبتعيشي على راحتك؟ بعتذر. اسمعي، اللي صار ما رح يأثر على شغلنا. بكره اول يوم تصوير، ما تتأخري. ايه.
روناك هو اللي عمل كل هالشي؟ وكرمالي؟ طيب قلي هو وين؟ جاي عالطريق. أخي كهاني ما رح تاكلي السكر. انت اسكت شوي خليني احكي. السكر رح ياثر عليك. لا راني، ما حدا اليوم يتدخل بيني وبين السكر. بكفي، هيك رح يصير معك داء السكري. ما بياثر علي، انا مزعوجه كثير. مزعوجه لهالدرجه؟ رح تاكلي علبه السكر كلها، يعني قديش رح تشربي مي بعدها؟ كهاني انت كمان بتقضي على علبه السكر كلها لما تكوني مزعوجه. كهاني شو صاير؟ احكي اختي شو القصة؟ يلا احكي لنا كهاني. السيد روني، شفت السيد روني اليوم وهداني عقد كتير غالي. وقتها شو وقتها؟ وقتها السيد روني طلب ايدي للزواج. الزواج؟ غريب، انتو جايه؟ انا هون نطرتكن برا لحتى تيجوا، بس انتو كيف قدرتوا تعرفوا فهموني؟ اخي بصراحه انا سمعت مكالماتك مع السكرتير امبارح، كنت عم تخطط لحتى تفاجئ مرتك، ولهيك انا جبت مرت اخي لهون وفاجاتك. عطيها الهدية تبعها. يلا يا رومانسي. منيح انهم اجوا على القاعة. ايه لو انه اجوا على القاعة بي كنا وقتا انكشفنا وشافوا هديك البنت معي. اما بالنسبة للهدية فهلأ خطرت على راسي فكرة غير شكل. ايه بمثل هاليوم تزوجتك صح؟ وبمثل هذا اليوم أنا صرت أكتر إنسان محظوظ بهالعالم كلياته. شوفي تسمحي لي لبسك يا أنا معي عقدين من هاد، واحد للمرة اللي في بوش علامة، والتاني للأنسة كهاني اللي بتطير العائل. اليوم رجعت لي اياه، بس انا متاكد اني رح لبسها اياه عن قريب وما رح ترفضه. العمروني قال لك هالشي وعم تقولي انه ما رح ياثر على شغلك ابدا. اي طيب انت ليش هيك مزعوجه؟ لا تكوني عملتي هيك لحتى تاكلي السكر. كهاني انت خدعتينا بهالحجه. ما اسكتوا. لا ها مفكرني عم اخدعك؟ انا مزعوجه عن جد، يعني بالاخير صديقي طلب ايدي للزواج. طيب أنا ليش ولا وحدة من صديقاتي طلبت إيدي للزواج مثل ما صار معك؟ اسكتوا. لا هو بس عرض عليكي، ما عمل مثل هيداك تاكور. لكي تعال هون اسمعني منيح، ما في داعي تتوتر هيك ماشي؟ انا اسفة لكي. مو مشكلة، نحن كلنا معك، انا معك وراني ومعك المفتاح كمان، المفتاح يلي سكرنا فيه كل خوفنا ورمينا، بتتذكر؟ راني يلا روحي جيبي المفتاح للاكي. كهاني رجعت لك المفتاح تاني يوم نسيتي؟ شكرا كثير على المفتاح كهاني. أهلا وسهلا.
يمكن موجود بشنطايتي، رح أجيبه فورا. المفتاح ما نهو، وين راح؟ كهاني، أنا ما شفته الصبح معلق بشنطايتك، متأكدة. يعني يمكن وقع مكان ما رحتي، روحي شوفي. أختي، أنا هلأ كتير منيح، بس مين بيعرف، يمكن خاف بالأيام الجاية. لو سمحتي لاقي هالمفتاح. أختي، هو بيضل ذكرى من أيام الطفولة، لو سمحتي روحي جيبي. ضاعت طفولتي، ما رح أسمح للتذكار يضيع مني، رح روح على هداك البيت وجيب المفتاح لو شو ما صار. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.